هذا الفار صنع ليصنع العار. معلش معلش معلش، احنا في نظرنا انتم فايزين، احنا في نظرنا انتم متاهلين. الفار صنع للعار. السلام عليكم ورحمه الله، معكم سعيد ظاهر، رد فعل على مباراه تونس والسنغال نصف نهائي كاس امم افريقيا 2019 في مصر. قبل ما نبدا اذكر الله، صلى على النبي، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، واذا ما صليت روح صلي وارجع عملنا لايك وانشر الفيديو واشترك اذا انت مش مشترك وفعل الجرس مشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله مربوحه للتوانسه. بسم الله الله اكبر. يلا يا تونس، يلا 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 يا شباب، ما بخوف السنغال، ما متخوف. لا لا، غطي. اها، دراجر نازل الاساسي، المباراه اللي فاتت نزلوا احتياط. اوعى، امسك اللي هناك، امسك اللي جاي من هناك، لا تغطيش، تغطيه. مش كل، مش الكل، مش الكل يروحوا على الكرة، مش الكل يروحوا على الكرة، خليك ورا، خلي واحد ورا. الكل راحوا لجهة الكرة وتركوا ساديو ماني ورا. شوف، ثلاث لاعيبة تركوا ساديو ماني، ليش ثلاثة طلعتوا؟ يلا يا حكم، تقتلش المباراة، خلصنا. طبعا منتخب السنغال يعني ما لعب ولا مباراة أشواط إضافية في دور ال 16 ودور ال 8، يعني المباراة الأولى فاز 1-0 على أوغندا، المباراة الثانية فاز على بنين كمان 1-0، وغير هيك لعب يوم، يعني لعب مباراته في دور ال 8 قبل منتخب تونس، يعني مرتاح يوم زيادة. بينما منتخب تونس يعني لعب مباراة واحدة، لعب يلا ها يلا يا شباب، يلا يلا يلا، جول جول يموت اللعب. يلا امساكني، يلا امساكني، يا امساكني، مش راح يعرقلوه، مش راح ينط، يعني يعمل لك فاول، مش غبي هو. مرر يا امساكني، مرر. فكنت بقول تونس لعبت مباراة بشوطين اضافيات، اللي هي مباراة قدام غانا، ومن المباراة الأخيرة اللي هي في دور الثمانية لعب بعد السنغال بيوم. يعني في أفضلية لمنتخب السنغال من حيث الراحة ومن حيث الجهد للاعبين. طبعا أنا عملت ردة فعل عن مباراة ربع النهائي تونس ومدغشقر، إذا ما شفتها راح تظهر لك هون، فيا ريت تعملوا لنا لايك على هذاك الفيديو وشير. يلا يلا، اطلع اطلع اطلع، العب يا رجل، العب يا رجل، العب العب يا ساسي، العب، اعطيه اعطيه مكان على شمالك، على يمينك لحاله كان. يلا خزري على الروس، على الروس، مش على الجول، على الروس. ايوه حلو. جول يا الله، حلوه يوسف، حلوه يوسف، حلوه يوسف. جول يا رب يا رب يا الله يا ستار، شو هذا شو هذا، ربنا ستر، ربنا ستر. يلا صحصح صحصح صحصح، حلو، خليك تصحى خليك تصحى، اضغط عليه مزبوط، لا تخليه يشوت، لا تخليه يشوت، لا تريحه، لا تخليه يرتاح ويشوت. نتمنى التوفيق وان شاء الله. يلا 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 يا خليسي، يا خليسي، ضربة جزاء يا حكم، ضربة جزاء يا حكم، وين الفار، وين الفار؟ الله، ايش تعملوا يا شباب، ايش تعملوا؟ نيانج اجره مش مع عقله، عقله بجهه واجره بجهه زي ما قال ممدوح نصر الله، يعني عنده معاكسه هيك، يعني عقله بقول له شوت على اليمين بشوت على اليسار. لا 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 لا، حلو برا، يعني مليح معز ما مسكه، لو معز مسكه كان ضربه جزاء. طبعا دقيقتين وقت ضائع، ما يعني ما شفنا هجمات من المنتخب التونسي، بجوز فرصه او فرصتين. بالمقابل المنتخب السنغال يعني هدد مرمى تونس اكثر من مره، وما بعرف يعني المدرب التونسي شو يعني بايش مفكر،
هو عم يلعب على الهجمات المرتدة بس مش شايفين هجمات مرتدة، يعني اللعيبة قاعدة عم تفقد الكرة بسرعة، عم بيحاولوا يبنوا الهجمة ويطلعوا فيها بس ولكن عم يصطدموا بخط الوسط ما عم يقدروا يطلعوا منهم. فممكن انه المدرب مفكر انه توفير الجهد وتوفير الطاقة هاي كلياتها اللي بالشوط الاول يحاول يستغلها بالشوط الثاني ويضغط فيها. المهم نتمنى انه يحاول يصلح المدرب التونسي جيريس، يصلح الاخطاء. هلا ما في اخطاء صراحة بس هفوات بالدفاع، واللي هي انه ساديو ماني والمهاجمين عم بيوصلوا بالكرات الطويلة، عم بيوصلوا ورا المدافعين وعم بيقدروا يسيطروا على الكرة ويهددوا المرة. ان شاء الله نشوف شوط ثاني مغاير ونشوف المنتخب التونسي عم يهدد وعم ان شاء الله انه يسجل اهداف. استنونا بالشوط الثاني. السلام عليكم، رجعنا لكم بالشوط الثاني. خرج يوسف المساكني ودخل مكانه نعيم السليطي. يلا يلا سلطي. يا الله يا الله يا خنيسي، ايش هذا يا خنيسي؟ يا خنيسي ركز ركز معلش. حلو 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 حلو، كثر كثر منها هاي، كثر منها. حلو اطلع اطلع خزري. أربعة 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 أربعة. يا الله يا الله يا الله يا ساسي. حلو حلو حلو، دخول السليطي عمل 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 نزعة هجومية، عمل نزعة هجومية. الكرة العرضية والكرة تمشي على عرضة شلون اجت هي ولكن لا حلو حلو يا معز، حلو يا معز، حلو يا معز. يلا 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 يا سليطي، يلا يا سليطي. يا نعيم يا نعيم، اعطي الخزري على اليمين وفوت لجوا. يا حلوه حلوه. يلا 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 يلا. لا يا خزري ليش مستعجل يا راجل، ليش مستعجل، ليش مستعجل. يلا 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 يلا. خنيسي ماله اليوم، ماله الطابه بين الجري عم تيجي، ماله الطابه بين الجري عم تيجي اليوم. هسه اللي ضيع يقبل يا عصام، هسه اللي ضيع يقبل. يلا ايهم هناك يا زلمه، كلهم هناك، على ايش بتفرج؟ ما هم لابسين احمر، ما هم لابسين احمر. يلا يلا يلا. يلا ضربه جزاء يا حكم، ضربه جزاء. ايوه ايوه ضربه جزاء. ايوه اذا بده يطبق القانون الجديد، اي لمسه يد، اي لمسه يد بالمنطقه جزاء، ضربه جزاء بغض النظر مقصودة مش مقصودة، الإيد ورا الإيد ضربة جزاء. خلص يلا يا تونس. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله وأنا عرفت إنه راح يضيعها، وأنا عرفت إنه راح يضيعها. هاي ضربة جزاء، هاي ضربة واحد بده يفوز بماتش، بده يتأهل للنهائي. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يلا معلش. يلا اعطيه على اليسار لحاله. يلا يا خنيسي، يلا يا سليطي، يلا يا سليطي. يا عمي هدي، ليش عم ترجع الطابة؟ انت لحالك، ما انت لحالك بتهدي الطابة. هاي اعطاهم ضربة جزاء. يلا عيش يلا عيش. طابة رجعت لك، ما فيش حدا حواليك، ليش رجعتها براسك؟ ما تهديها عندك واطلع فيها. يلا يا معز، برا 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 برا. حلوة يا معز، حلوة. الله الله عليك، حلوة حلوة حلوة. حلوة يا معز. الحارس أضاق، قال له الحارس البديل، قال له على اليمين راح يلعب، قال له على اليسار، على اليسار عفوا، على يسار هو على اليسار، قال له راح يلعب. شو التسديدات؟ 11 تونس، 9 السنغال. اخطر اخطر التونسيين اخطر. يلا فاول يا حكم، اوعى برا برا. طبعا الشوط الثاني افضل للمنتخب التونسي، صحت له اكثر من فرصه، يعني انفرادات وضربه الجزاء وهدد مرمى السنغال اكثر من مناسبه. السنغال بالمقابل كانت
يعني مش السنغال الشوط الاول صحت كم فرصه بس ما كان تهديد مباشر على المرمى، وضربه الجزاء اللي معز طلعها برا. اللي عنده اللياقه البدنيه الاكثر هو اللي راح يستمر، وهو راح يقدر يكمل اذا ضربات الترجيح سواء او انه يقدر يحرز هدف ويطلع بالمباراه. كل التوفيق للمنتخب التونسي ان شاء الله، ان شاء الله انه يكون قد الاكسترا تايم، وانه تكون اللياقه تساعده وعلى الاقل يحرز هدف ويقدر يحافظ على التقدم ان شاء الله. شوفكم بالشوط الاضافي الاول، جعل لكم الشوط الاضافي الاول ان شاء الله تونس تحرز هدف تتقدم. يا مرياح وينها؟ يلا العب. قوية قوية يا مرياح، قوية يعني يا بتقويها يا بتجيبها بطيئة. يلا يلا خريسي، يلا هاي الخزري، هاي الخزري هون، هاي الخزري. امشي امشي يا رجل. يا راجل وين مكان لحاله الخزري يا خنيسي، وين بتعرفش تلعب باليسار؟ شو مطلعك هنا على الجهه هذيك؟ اوعى اوعى امسك هاي الطاوله. نيران صديقة دائما دائما، المباراة اللي فاتت قدام غانا نيران صديقة، وهي كمان. يلا معلش معلش معلش، هدف هدف، جول بتعود. يلا العب العب العب، ما عندك شيء تخسره، ما عندك شيء تخسره، انزل بدل بدل، يلا نزل نزل، ما عندك شيء تخسره. لا معز طالع يعني، لا طالع بوكس مثلا اللي تبعدها، ولا طالع هيك بيديك يعني طالع. معلش معلش لسه في ربع ساعة، في ربع ساعة 20 دقيقة. يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، تقدر بنقدر 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 نعوض ونقدر نفوز. طب ما نص ساعة صار لاعب يلعب السليتي وهذا وانتوا واقفين، وشلون حسبته يعني؟ هو صح النوم، صح النوم. اوعى امسك هذاك، امسك هذاك. حلو 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 حلو. ضربة جزاء، فما ضربة جزاء، فما ضربة جزاء. لا تيأسوا، لا تيأسوا. يا رب يا رب يا رب يا رب. يلا يلا، ما في ما في، القانون الجديد ما بغض النظر ايدي ايديك وين حاططهم، بغض النظر وين حاطط ايدك، لمسة باليد بمنطقة الجزاء بنالتي. يلا يا صليتي يلا. لا يا حكم، ايش بدك تشوف؟ ايش بدك تشوف؟ ايش اوعى تقول لا. مش ضربة جزاء. لا مش ممكن. يا مش ممكن. مش ممكن بالفار. مش ممكن. مش ممكن صدقوني. هذه أوضح من الأولى. هذه أوضح من الأولى. مش ممكن. مش ممكن. دي آية يا رسول الله. دي حرام. دي حرام في حرام. دي هذا فار كسروه. دي هذا فار سكروه. دي هذا فار حقوه. دي مش ممكن. دي مش ممكن. لمسة يد واضحة. ضربة جزاء لمسة يد في القانون الجديد، يعني ما وصل التعديل، افريقيا ما وصلها التعديل. ما هيها بنالتي. هذا الفار صنع ليصنع العار. معلش معلش معلش، احنا في نظرنا انتم فايزين، احنا في نظرنا انتم متأهلين. معلش معلش. حلوة تونس، كسبنا منتخب، كسبتوا منتخب قوي، كسبتوا لعيبة اقوياء، الجرينتا اثبتوا انه ما في شيء صعب، واثبتوا انه المنتخبات يعني مو اول مباراه ولا ثاني مباراه بتحكم عليها، المنتخبات بتكون في تصاعد، وفعلا اثبت المنتخب التونسي هذا الحق. ان شاء الله متابعكم في الدور المباراه المركز الثالث والرابع. معلش هارد لك. البطوله الجاي ان شاء الله، تصفيات كاس العالم ان شاء الله. كان نفسي يكون هذا الفيديو يعني توج بالفوز وبالتأهل للدور النهائي، بس قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين. كل الناس عارفة انه صار في ظلم في المباراة، بس ولكن هاي هي كرة القدم، يعني بدنا نقبل الخسارة زي ما بنقبل الفوز.
إذا عجبكم الفيديو ما مش عارف، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا بالقناة. وفي النهاية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.